أربعة مطابخ مركزية تعاقدت معها هيئة الحج والعمرة تعمل على تجهيز وجبات طعام طازجة للحجاج العراقيين المتواجدين على الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، إذ يعمل 65 طباخا عراقيا على تجهيز الطعام العراقي الذي يناسب ذائقة الحاج العراقي. الحقيقة الإطعام الذي يتقدم من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة إطعام متنوع ووجبات سريعة ووجبات طازجة وتجي في أوقات، يعني بحيث نجي نلقى الأكل متوفر أي حاجة من الساعة السادسة صباحا وقبل السادسة صباحا، الفطور نلقاه متوفر، الغذاء قبل الساعة الواحدة نلقاه متوفر، والغذاء متنوع يعني بأنواعه بفضل الله ورسوله وعلى بيته، كل حجاجنا راضين. نشكر الهيئة مال الحج والعمرة اللي مهتمة حيل بالحجاج، الأكل يوميا نوع، المي، اللبن، الشرابيت، الشاي، يعني خير من الله أبد، يعني كل الزين مهتمين مو شلون ما كان. الحجاج العراقيون أبدوا ارتياحهم لنوعيات الوجبات الغذائية ولمستواها، واصفين إياها بأنها الأفضل على مدى السنوات السابقة. فالأكل جيد جدا والحمد لله، ونشكر جهود العاملين على تلك الحفاوة، والأكل يناسب كافة شرائح الحجاج من ضمنهم أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص العاديين والشباب، والأكل متنوع وجيد جدا 200% وليس 100%، 200%. كمية الغذاء كافية وممتازة وبمستوى البيت، طبخ جيد، نظافة متوفرة. أنا أحس السنة أفضل من السنوات الأخرى حسب ما نسمع أو نعرفه أو حسب ما جينا سابقا. بالنسبة للأكل، أكل خوش، أكل تمام ونظيف وجيد، ويعني يجيب وقته وحار ومتنوع، يعني يوميا يجيبون أكل، وأنا دا أشوفه حتى أكل يعني مناسب للكبار، يعني دا يجيبون بس صدر دجاج، أكل ما بيدهن ومرتب ونظيف، كله جيد، يعني الحمد لله الهيئة قائمة بواجبها بأكمل وجه. وتبقى اللجان الخاصة التي أوفدتها هيئة الحج والعمرة بانتظار توفيج 5000 حاج عراقي، لكن مكتب شؤون الحجاج العراقيين تحدث عن أن أعداد موظفي هيئة الحج والعمرة غير كاف بالمقارنة بأعداد الحجاج.